أهلا وسهلا بكم أصدقائي لحلقة جديدة من حلقات الموقع الأول في العالم. في هذه الحلقة سنتعرف إلى الدخول على البيوز الخاص بلابتوب لينوفو رقم الموديل B50 أو بعض الموديلات الأخرى، لا أدري إن كانت بنفس الطريقة، ولكن هذا الموديل بالتحديد طريقة الدخول إلى البيوز كانت غريبة بعض الشيء. عادة نحن ندخل إلى البيوز في الحواسب عن طريق زر F2 أو عن طريق زر ديليت بالكبس المتكرر. في هذا اللابتوب سوف تكون الطريقة بشكل آخر، وهي على الشكل التالي: بعد أن نضغط زر الباور نضغط Fn مع F2، Fn في الكيبورد مع F2، كما تلاحظون أصدقائي دخلنا إلى البيوز. للملاحظة أيضا، حتى داخل البيوز هناك بعض الحركات والضغطات التي تحتاج أيضا إلى F2. فمثلا أنا أريد أن أقلع من السواقة أو أريد أن أقلع من الهارد، عادة نضغط F5 أو F6 للصعود والنزول بالخيارات. هنا في هذا اللابتوب سنلاحظ أن حتى الصعود والنزول بالخيارات تحتاج إلى Fn مع F5 أو F6. نلاحظ الآن السواقة هي الخيار الثاني، أنا أريدها الخيار الأول في الإقلاع لكي أقلع من CD Windows أو CD لأقوم ببعض الفورمات أو ما شابه. نلاحظ مع الـ Fn والضغط على F5 أو F6 أقوم بالصعود والنزول بالخيارات. طبعا حتى أمر الـ Save أو أمر حفظ المعلومات يحتاج إلى Fn في هذا اللابتوب. أمر الحفظ Fn زائد F10 سوف يقوم بالحفظ والخروج. وشكرا جزيلا لمتابعتكم.